بعد إتمام صفقة بيانيتش وأرثر ميلو التي اختتم بها برشلونة سنته المالية قبل يوم من إغلاقها وأدخل منها إلى صندوقه 12 مليون يورو من بيع الموهبة البرازيلية ب 72 مليون يورو مقابل شراء بيانيتش البوسني ب 60 مليونا، فهل كسب برشلونة أم يوفنتوس على المدى الطويل؟ هناك الكثير من النقد على إدارة نادي برشلونة والذهنية التي تدير بها صفقات انتقال اللاعبين، فقد قامت هذه الإدارة بتعاقدات أثارت التساؤلات عن مدى حاجة النادي إليها، كصفقة عثمان ديمبلي التي كلفت النادي 147 مليون يورو دون مردود فني يذكر. ومنذ اعتزال أسطورتي خط الوسط تشافي وأنيستا والبرشا في رحلة بحث دائم عن البديل، وكانت صفقة شراء نجم أياكس أمستردام الشاب فرانكي دي يونغ خطوة استقبلها جمهور البرشا باستحسان، وتوقعوا أن الإدارة ترغب ببناء خط وسط يعيد أيام سطوة برشلونة. ولكن مع بداية الحديث عن صفقة بيانيتش وإقحام اسم آرثر ميلو فيها دار جدل حول جدواها، فإن كانت إدارة النادي تطمح لبناء خط وسط لمدة طويلة الأجل فمن الأجدى بها الحفاظ على معجزة غريميو السابقة كما يطلق على آرثر صاحب 23 عاماً. ويرى البعض أن ميلو لم يعطى الفرصة الكافية كي يتطور مستواه إسوة بزميله دي يونغ، خاصة أن قائد الفريق ونجمه الأول ليونيل ميسي كان قد شبه آرثر ميلو بنجم خط الوسط تشافي هرنانديز. ولكن يبدو أن إدارة البلوغرانا فضلت الخبرة وجودة اللعب الآني على إعطاء الوقت الكافي لتبلور مواهبها الشابة، فاللاعب بيانيتش لاعب جيد وذو خبرة عالية اكتسبها من السنين التي قضاها في ليون فرنسي ويوفنتوس، لكنه يبلغ 30 عاماً، ولا يجب أن ننسى حنكة إدارة اليوفي ومعرفتهم برغبة البرشا لضم بيانيتش الذي وصل إلى هذه السن، وأنه بعد عامين سيخسر من قيمته السوقية في ظل الأزمة العالمية التي أثرت على قدرة النوادي الأوروبية لجهة التعاقدات. ويبقى السؤال، هل سينجح ميلو في اليوفي ويكسب موهبة شابة تلعب ضمن صفوفه لمواسم عديدة وترتفع قيمته السوقية بعد اندماجه مع النادي الإيطالي، أم يكرر تجربة غير موفقة مع البرشا الذي يجني حينها ثمرة مضاعفة؟ كل ذلك يبقى تحليلاً ورهناً بالمواسم المقبلة التي سوف تحدد من كان الرابح الأكبر من هذه الصفقة، البرشا أم اليوفي؟